السلام عليكم ومرحبا بكم قناة مطبخ سارة يوسف. بالنسبة اللي كيشوف القناة ديالي لأول مرة تنقول لي مرحبا بك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غنوجدو كيكة الطبقات اللي غنحتاجو. في الطبقة الأولى كيكة ديال 7 المعالق، كنحتاجو 2 بيضات، كنحتاجو 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال عصير البرتقال، هنايا نقدرو نعوضو ب7 المعالق ديال الحليب. غنحتاجو 7 المعالق ديال السكر حبيبات ولا سنيدة، 7 المعالق ديال الدقيق الابيض ولا الفورس. غنحتاجو الخماره قيمه 8 غرام ولا معلقه صغيره ديال البيكنج باودر وسكر الفاني. غنبدا اول حاجه غنخلطو البيض، نطربو شويه. انا درت هنايا قوصه ديال الملحه، غنزيد السكر ونطلع البيض ديالي باش تجيني الكيكة خفيفة ومفشوشة. غنزيد سكر الفاني، من بعد غنزيد الزيت، نزيدو بشوية. هنا راه عبرت 7 ديال المعالق كبار. غنزيد عصير البرتقال، كما قلت هنا نقدرو نعوضو بالحليب. نجيب ونغربل الدقيق، كما قلت 7 المعالق، وخمارة، يعني الخمارة والدقيق نغربلهم باش ما يكونوا لا تكتلات لا والو، والكيك كيجي خفيف. فهاد اللحظة كنكون سخنت الفران ديالي على 180 درجة. بالنسبة للكيك نقدرو نديرو غير بالطراب اليدوي، ماشي ضروري الطراب الكهربائي. غنجيب المول ديالي اللي دهنتو بالزبدة ورشتو بالدقيق ونصب فيه الخليط ديال الكيكه ديالي. غندخل الفران اللي مسخن ديجا على 180 درجه لمده ما بين 15 حتى 20 دقيقه، ما تاخذش وقت بزاف، ونخرجها. نتلاقاو من بعد. من بعد ملي كتخرج الكيكه ديالي كنديرها في الطبق اللي غنقدم فيه باش ندير فيه هو المونتاج، مش مبقاش نحولها. غنجيب كاس ديال عصير البرتقال، نزيد ليه سكر الفاني، حرك يعني، وهي سخونه غنسقيها بالليمون اللي هو بارد ولا على حراره الغرفه. الى بقات تبردات غنسخن هذا العصير البرتقال هو فاني عاد باش نسقيها هكا باش تشرب ليا الكيكه. نسقيها مزيان. غنخليو الكيكه ديالنا تشرب. فهاد الوقت غنوجدو الطبقه الثانيه اللي فيها نسطرو الحليب. عندنا 3 حتى 4 المعالق على حسب الذوق ديال السكر حبيبات ولا سنيده. عندي 2 معالق ديال كريمه الحلويات، كريم باتيسير بودره، نقدروا نعوضوها ب3 المعالق ديال النشا الا ما توفراتش. عندي جبن طري هنايا بيري، تقدروا تستعملوا غير ياغورت طبيعي ولا ياغورت بمذاق الفاني. وعندي فلون بمذاق الفاني. اول حاجه نخلط الحليب مع السكر، ونزيد باكريم باتيسير هنا يعني 2 معالق كبار،
كما قلت نقدروا نعاودوهم بالنشا ولا مايزينا. الى عاودنا نزيدو واحد الى عاودنا النشا نزيدو واحد الكيس ديال لافاني باش تكون عندي النكهه قويه ديال لافاني. هنايا الى درت الكريم باتيسير مذاق لافاني وال الفلون بالمذاق الفاني يعني راه غيكون عندي تكون عندي النكهه حاضره. الى درت النشا نزيد غير كيس ديال السكر الفانيلا ونخلط حتى الفلون. غنردو فوق البوطه حتى يعقد ليا. ملي كيبدا يعقد ليا الخليط ديالي غنجيب نزيد الجبن الطري ديالي ولا ياغورت اللي تفضلوا. نخلط جيدا كما تشوفوا تيولي كريمي. نحاول شويه نبردو قبل ما نحطو فوق ونصبها. غنخليها تبرد عاد باش نزيد عليها الطبقه الثالثه اللي غنوجدو دابا. عندي نصف لتر ديال عصير البرتقال ولا الليمون. بالنسبه للي ما عندوش الكاس ديال العبار الى عبر بكاس العنبه غيجينا 3 ديال الكيسان وربع. يعني كاس العنبه تيكون فيه 150 الى ضربناها في 3 هي 450. وربع ديال الكاس اللي هي 50 هي 500 مليلتر ديال عصير البرتقال. غنحتاجو واحد جوج معالق ونص ديال السكر حبيبات. الا كان الليمون حلو بلاش نقدروا نحيدوه. غنزيدو سكر الفاني وغنزيدو فلون بنكهة الفاني. نقدروا نعوضوه بجوج معالق جوج المعالق ديال النشا او مايزينا الا ما بغيناش نديرو الفلون. غنخلطو جيدا ونديروهم فوق البوطه حتى يغلى حتى يغلى بحال نصايبو الفلون العادي. ونحاولو نبردوه عاد باش نزيدوه على الكيكة الطبقة الأولى. من بعد ما غلى ليا الفلون مع عصير البرتقال ولا الليمون صفيتو. حاولت نبردو باش ملي نديرو على الطبقة الأخرى ما يتداخلوش بعضياتهم ويجوني الطبقات مقادين. وهذه خليتها حتى بردات. غنجيب في الأول نبدا نصب غير بالمعلقة. فهاد المرحلة يمكن لكم ديرو شي فاكهة تعجبكم، مثلا تقدروا ديروا الموز ديروا الخوخ، يعني الفاكهة اللي تعجبكم تقطعوها رقيقة وديروها على هاد السطح عاد باش تزيدوا هاد الطبقة ديال البرتقال كتجي مزيانة. انا هنايا ما بغيت نخليها بحال هكا ونبدا نصب غير بشوية لان باقي الفلون مهما كان راه باقي سخون. وتزيين تيبقى كل واحد على حسب اختيار ديالو. غنخليها حتى تدفى عاد باش نخشيها في الثلاجة ونخليها على الاقل واحد 4 السوايع حتى تبرد تماما وتشد في راسها. من بعد غنزينها، يعني التزيين كيبقى كل واحد شنو كيعجبو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وهاد التحلية تكون عجباتكم. تجربوها وتردوا عليا الخبار. الى عجبكم الفيديو نتمنى ديروا جيم وتعليق محفز. والى عجبتكم القناة نتمنىكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس. وشكرا لكم، شكرا لتعليقاتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.